السلام عليكم. اليوم بقول لكم خبر مفيدة للي عنده شحنات في المخ، اللي هو القرع. تطحنوا القرع، تقشروه تطحنوه، تحطونه كل يوم يعني بيالة مرة باليوم. بعدين القرع هذا مفيد اللي عنده شحنات كهرباء في المخ، تاخذه بالمكان اللي يجلس فيه المريض، تحطوا حبة من القرع يقطين القرع في الغرفة اللي فيها المريض اللي عنده شحنات كهربائية. بعدين ياخذ من القرع هذا ويحضن القرع كذا على 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 صدره، علشان تسحب كل الشحنات الكهربائية اللي في مخه، ويأخذ من القرع هذا قطع كذا يقشر ويطحن بالخلاط ويشرب لمدة بيالة كذا لمدة أسبوع أو أسبوعين كل يوم. بإذن الله تروح للشحنات الكهربائية، القرع هذا يحط في الغرفة تنفجر القرع من شدة الشحنات اللي موجودة في الغرفة، من الجوالات، من الكمبيوتر، من الأيبادات. هذه مفيدة، أرجو أن تدعموا قناتي وشكرا.